معايا على التليفون سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سعادة السفير. يعني كيف رأيت لقاء فخامة الرئيس السيسي النهاردة مع الرئيس الصومالي وأيضا تصريحات فخامة الرئيس السيسي؟ أعتقد أن تصريحات الرئيس السيسي واستجابته لطلب رئيس الصومال يجب أن نعود إلى الوراء لعدة أسابيع عندما نشبت المشكلة بين الصومال وأثيوبيا بسبب إقدام أثيوبيا على التعاقد مع دويلة اسمها دويلة أرض الصومال التي وأعلنت انفصالها عن الجمهورية الصومالية. أول اتصال لرئيس جمهورية الصومال كان مع الرئيس السيسي، ده من بعد أول يناير عندما عقد مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال. الرئيس الصومالي تلبى دعوة الرئيس السيسي اليوم للحضور لمزيد من التشاور حول ما يمكن أن تقوم به الدولتان لمعالجة هذا الوضع الشائك. كما ذكرت حضرتك فإن الرئيس السيسي، وأعتقد أن دي سياسة مصر الخارجية، هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى سواء دولة عربية أو دولة أفريقية أو حتى دولة أوروبية. يعني مصر من هدفها السلام، ولا كما ذكرت حضرتك لا تريد أن تدخل في أي حرب مع أي دولة أخرى. يعني تهتم بالتنمية والاقتصاد بصفة خاصة. العلاقات المصرية الصومالية كما ذكرتم ترجع إلى يعني عود قديمة جدا منذ الملكة حتشبسوت التي أقامت علاقات مع الأرض الصومالية اسمها أرض بونت، مملكة بونت. كان في الصومال كان هناك استعمارين، استعمار بريطاني واستعمار إيطالي. فعند قبل حصولهما على الاستقلال مصر قدمت مساعدات ملموسة لكلا المنطقتين الواقعتين تحت هذين الاستعمارين، وحثتهما على أن يتحدا في دولة واحدة هي جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تتعامل معها مصر منذ ذلك الوقت في مساعدات اقتصادية عندما تحدث فيها كوارث فيضان. لدينا أكبر بعثة من الطلبة الصوماليين يدرسون في الأزهر الشريف. بمناسبة الأزهر الشريف كان له بعد الاستقلال الصوماليلاند التي قام أبي أحمد بعقد اتفاق معها، كان لدينا بعثة من الأزهر الشريف كما أتذكر، وأعتقد أن 800 مبعوث أزهري بعد استقلال الأرض الصومال عن الاستعمار البريطاني. بعد ذلك يعني الصومال دخل في حرب مع أثيوبيا، يعني نصف، لأن أثيوبيا لا زالت تحتل إقليم الأوجادين الصومالي. أرجو من كل شخص أن ينظر إلى الخريطة التي تبين موقع الصومال الحالي مع موقع أثيوبيا، يجد أن الأوجادين الصومالي الذي استولت عليه بمثابة الخنجر في ظهر الجمهورية الفيدرالية الصومالية. يعني ما علينا، منذ ظهرت هذه المشكلة أولا لا توجد أي دولة تعترف ب ما يسمى بجمهورية أرض الصومال. صحيح. أبي أحمد وعد أرض الصومال أنه سينظر في أمر الاعتراف بها في المستقبل، يعني لم يتعهد بأنه يعترف بها، وحيعطيهم جزء من شركة الطيران الأثيوبية كتعويض عن أعطائهم قاعدة مكان لقاعدة بحرية وسيطرة على عدد من الشواطئ في جمهورية أرض الصومال. الولايات المتحدة اعترضت،
الاتحاد الاوروبي اعترض. الجامعه العربيه، اولا الجامعه العربيه مصر هي التي سعت الى ضم الصومال وجيبوتي وجزر القمر لكي يكونوا اعضاء في جامعه الدول العربيه، بالرغم من تحفظ البعض على اساس ان هذه الدول ليست دول عربيه، ولكن مصر اقنعت هذه الدول برفع هذه التحفظات على اساس ان اللغه العربيه والديانه الاسلاميه هي اللغه السائده في هذه الدول. تفضل حضرتك. طيب سيد سفير، هل تعتقد انه اثيوبيا او ابي احمد من الوارد انه يقوم بعمل عسكري تجاه الصومال، او انه يقوم بعمل ما استفزازي للحكومه الصوماليه؟ هذا وارد، لان الجيش الاثيوبي لديه عدد كبير من الجيش الاثيوبي داخل الصومال كجزء من الاتحاد الافريقي، لديه قوه افريقيه لحفظ السلام داخل اثيوبيا داخل الصومال. لكن ده لا يعطي حق التحرك داخل الصومال بعيدا عن القوى الافريقيه. بالضبط كده، لكن عند الضروره التي تراها اثيوبيا انها ضروريه بالنسبه لها، ممكن ان تستغل هذه القوه لعمليه تدخل في الشؤون الداخليه لارض الصومال كما فعلت في الوقت الحالي. في الحالي مذكره التفاهم، يعني اذا توجد دوله في العالم تعقد مثلا اتفاق مثلا مع محافظه داخل مصر بدون موافقه الحكومه المصريه، استحاله طبعا. هذا ما فعله. بالمناسبه ممكن ان تقوم احدى الدول العربيه او احدى الدول الاجنبيه بعقد اتفاقيه. اثيوبيا لديها حالات تفكك شديده في التجراي والأمهرة والاورومو، فما بالك لو اقدمت دوله على عقد اتفاقيه مع الاورومو الذين يشكلون الغالبيه السكان داخل اثيوبيا. ستقوم سائرة اثيوبيا على اساس ان انت بتتدخل بشؤونهم الداخليه، ودي من وراء ظهر الحكومه الاثيوبيه، ويجب ادانه هذا الموضوع. فيجب على الحكومه الاثيوبيه ان تتروى في هذا الموضوع، وكل الدول التي لم تؤيد هذه الحركه طلبت منها التروي، وكلها ايدت الاستقلال ووحده اراضي الجمهوريه الصوماليه. صحيح. انا بشكرك جدا جدا سعاده السفير احمد حجاج، الامين العام المساعد لمنظمه الوحده الافريقيه سابقا.